بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات، وموضوعنا هو تمثيل الدوال النسبية بيانيا، من إعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميمري. فأهلا ومرحبا بكم. ماذا سنتعلم لهذا اليوم؟ سنتعلم خطوط التقارب الرأسية والأفقية للدوال النسبية، وسنتعلم أيضا التمثيل البياني لدالة نسبية ليس لها خط تقاربي أفقي، وسنستعمل التمثيل البياني لدالة نسبية، وسنعين نقاط الانفصال، وسنمثل الدوال التي تتضمن نقطة انفصال. خطوط التقارب الرأسية والأفقية لدالة نسبية. خطوط التقارب الرأسية والأفقية، إذا كانت لدينا fx دالة تحتوي على بسط ومقام، البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود، لا يوجد بينهما عوامل مشتركة غير الواحد، فإن خطوط التقارب الرأسية لدينا حالتان، إما bx مقام لا يساوي صفر، أو المقام يساوي صفر. إذا كان المقام لا يساوي صفر فإنه لا يوجد للدالة خط تقارب رأسي، أما إذا كان المقام يساوي صفر فإنه يوجد للدالة خط تقارب رأسي. أما خطوط التقارب الأفقية فيوجد للدالة خط تقارب أفقي واحد على الأكثر، ويوجد لدينا ثلاث حالات، إذا كانت درجة المقام أقل من درجة البسط فلا يوجد خط تقارب أفقي، أما إذا كانت درجة المقام أكبر من درجة البسط فإنه للمعادلة خط تقارب أفقي y يساوي صفر، أي أنه محور x. أما إذا كانت درجة البسط والمقام متساويات فإنه يوجد للدالة خط تقارب أفقي، وهو المستقيم معامل أكبر أس للبسط على معامل أكبر أس في المقام، بالتالي y المعامل الرئيس ل ax على المعامل الرئيس ل bx. سنأخذ أمثلة لتحديد الخطوط التقاربية الرأسية والأفقية للدوال. حدد خطوط التقارب الرأسية والأفقية للدالة fx يساوي x تربيع على x زائد 1 إن وجدت. أولا نضع المقام يساوي صفر، حيث أن x زائد 1 يساوي صفر، إذن x يساوي سالب 1، وبالتالي خط تقارب الرأسي هو x يساوي سالب 1. الآن لإيجاد الخط التقاربي الأفقي نشاهد هل درجة البسط أكبر من المقام، أو درجة البسط أقل من المقام، أو درجة البسط مساوية لدرجة المقام. من الملاحظ لدينا هنا أن درجة البسط أكبر من درجة المقام، وبالتالي لا يوجد لدينا خط تقارب أفقي. والتمثيل البياني لهذه الدالة هو الشكل الظاهر أمامنا. تدريب: حدد خطوط التقارب الرأسي والأفقي للدالة fx يساوي 3 على x تربيع ناقص 1 إن وجدت. أولا نضع المقام يساوي 0، x تربيع سالب 1 يساوي 0، إذن تحليل هذه المعادلة هي x ناقص 1 في x زائد 1 يساوي 0، وبالتالي إما x زائد 1 يساوي 0، إذن x يساوي سالب 1، أو x ناقص 1 يساوي 0، إذن x يساوي موجب 1، وبالتالي لدينا معادلتين لخط التقارب الرأسي. نأتي الآن لخط التقارب الأفقي، ونلاحظ أن درجة المقام أكبر من درجة البسط، هنا أسها 2 وهنا أسها 0، يعني لا يوجد لدينا أس هنا للدالة، وبالتالي درجة المقام أكبر من درجة البسط، يوجد لدينا خط تقارب أفقي اللي هو الواي يساوي كم؟ يساوي 0. والتمثيل البياني لهذه الدالة نشاهد أن خط التقارب الرأسي هو إكس يساوي 1 وإكس يساوي سالب 1، والأفقي هو واي يساوي 0. تدريب: حدد خطوط التقاربية الرأسية والأفقية للدالة fx يساوي 2x زائد 1 على x ناقص 3 إن وجدت. الحل:
نضع المقام يساوي 0، إذن x يساوي 3، إذن خط التقارب الرأسي هو x يساوي 3. أما خط التقارب الأفقي نلاحظ أن درجة البسط مساوية لدرجة المقام، وبالتالي معامل الدالة في البسط على معامل الدالة في المقام 2 على 1، وبالتالي y يساوي 2 على 1، وبالتالي y يساوي 2. إذن بالتمثيل البياني نلاحظ أن x يساوي 3 هو خط التقارب الرأسي، أما الخط التقارب الأفقي وهو y يساوي كم؟ يساوي 2. مثل الدالة fx يساوي x تربيع على x زائد 1 بيانيا. الخطوة الأولى سنوجد أصفار الدالة. إذن بعد تعيين المستوى الإحداثي سنوجد أصفار الدالة، وهي fx يساوي 0، وبالتالي البسط عندي x تربيع يساوي 0، إذن x يساوي 0 هنا. بعد ذلك سنرسم الآن خطوط التقارب، نضع المقام يساوي 0، إذن x زائد 1 يساوي 0، إذن x يساوي كم؟ x يساوي سالب 1، إذن يوجد لدينا خط تقارب رأسي وهو x يساوي سالب 1، وذلك المستقيم الذي يقطع محور x عند النقطة سالب 1. أما الخط التقاربي الأفقي فنلاحظ أن درجة البسط أكبر من درجة المقام، وبالتالي لا يوجد لدينا هنا خط تقاربي أفقي. الخطوة الثالثة سنمثل هذه الدالة بيانيا، سنمثلها أولا على يمين خط التقارب الرأسي وعلى يسار الخط التقاربي الرأسي. سنأخذ نقاط أولا يمين خط التقارب الرأسي، نلاحظ أن المجال عندنا هنا جميع مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا السالب 1، إذن نأخذ نقاط غير السالب 1 تكون سالب نص. إذا كانت الإكس هنا بسالب نص فإن FX يساوي نص، وبالتالي إذن سالب نص ونص هنا. بعد ذلك سنأخذ نقطة أخرى وهي الصفر، إذا كانت X بصفر فإن FX هي صفر، إذن صفر صفر هنا. سنأخذ نقطة أخرى للإكس وهي الواحد، إذا كانت إكس بواحد فإن FX هي نص، بالتالي واحد ونصف هنا. سنأخذ نقطة رابعة وهي الاثنين، إذا كانت الإكس باثنين فإن FX يساوي 1.33، وهي هنا. إذا كانت الإكس بثلاثة فإن FX هي 2.25، وبالتالي 3.25 هنا. نوصل بين هذه النقاط يعطينا هذا المنحنى. أيضا سنأخذ نقاط على يسار الخط التقاربي الرأسي ولتكن سالب 4، إذا كانت X بسالب 4 فإن FX بسالب 5.33 هنا. أما إذا كانت X بسالب 3 فإن FX بسالب 4.5 هنا. أما إذا كانت X بسالب 2 فإن FX بسالب 4، إذن سالب 2.4 هنا. إذا كانت x ب سالب 1.5 فإن fx بسالب 4.5 هنا. أما إذا كانت x بسالب 1.25 فإن fx بسالب 6.25 هنا. بعد ذلك نوصل بين هذه النقاط ليكون لدينا هذا المنحنى الموجود أمامنا. بهذا تكون المسألة انتهت بالتمثيل البياني. تدريب: مثل الدالة fx يساوي x تربيع ناقص 3 على x ناقص 2 بيانيا. الحل: هذا المستوى الإحداثي، أولا نوجد أصفار الدالة x تربيع ناقص 3 يساوي 0، لx يساوي موجب سالب الجذر التربيعي للثلاثة وهي 1.7. إذن هنا السالب 1.7 وهنا الموجب 1.7 لمحور x. بعد ذلك نوجد الخط التقاربي الرأسي x ناقص 2 يساوي 0، إذن x يساوي 2، وبالتالي خط تقارب رأسي x يساوي 2. أما الخط التقاربي الأفقي فنلاحظ أن درجة البسط أكبر من درجة المقام، وبالتالي لا يوجد لدينا هنا خط تقاربي أفقي. بعد ذلك سنعين
المجال وهو جميع الأعداد ما عدا الاثنين هنا لدينا في أصفار المقام. بعد ذلك سنمثل هذه الدالة بيانيا، سنأخذ نقاط على يمين الخط التقارب الرأسي ولتكن 2.5. إذا كانت x ب 2.5 فإن fx ب 6.5 هنا. أما إذا كانت x ب 3 فإن fx ب 6. أما إذا كانت x ب 4 فإن fx ب 6.5. أما إذا كانت x ب 5 فإن fx تساوي 7.33. أما إذا كانت x ب 6 فإن fx ب 8.25. بعد ذلك نوصل بين هذه النقاط. الآن سنأخذ نقاط على يسار الخط التقارب الرأسي، ولتكن أول نقطة سالب 2. إذا كانت الإكس بسالب 2 فإن إف إكس بسالب ربع. أما إذا كانت النقطة الثانية بسالب 1 فإن إف إكس بصفر فاصلة 67%. أما إذا كانت الإكس بصفر فإن الإف إكس بواحد ونص. إذا كانت الإكس بواحد فإن إف إكس بأثنين. إذا كانت الإكس بواحد ونص فإن إف إكس بواحد ونص. نوصل بين هذه النقاط ليكون لدينا هذا المنحنى الظاهر أمامنا. بهذا نكون قد مثلنا هذه الدالة بيانيا بعد تعيين الخط التقارب الرأسي والأفقي إن وجد. سنأخذ الآن نقاط الانفصال. يوجد لدينا هنا نقاط انفصال للدالة النسبية. إذا كان لدينا إف إكس يساوي أي إكس على بي إكس، حيث أن البي إكس المقام لا يساوي صفر، وكان إكس ناقص سي عاملا مشتركا، يعني بعد ما أحلل البسط والمقام إكس ناقص سي عامل مشترك للبسط والمقام، فإنه يوجد لدينا نقطة انفصال عند الإكس يساوي السي. عند هذا العامل المشترك نسوي بصفر، ولذلك إكس يساوي سي. طبعا هنا تكون الدالة غير معرفة عند الإكس يساوي السي. نتذكر إخوان أنه لا يوجد نقطة انفصال للدالة إلا إذا وجد عوامل مشتركة بين البسط والمقام. مثال، مثل الدالة بيانية. أولا نضع المقام لا يساوي صفر، x ناقص واحد لا يساوي صفر، إذن x لا يساوي موجب واحد، إذن مجال الدالة x ما عدا الموجب واحد. بعد ذلك سنحلل البسط. x تربيع زائد x ناقص 2 تحليله x ناقص 1 و x زائد 2. إذن نختصر ال x ناقص 1 مع ال x ناقص 1، يظل عندنا fx يساوي x زائد 2 بشرط أن ال x لا يساوي الموجب 1. إذا كانت ال x بواحد فإن fx بموجب 3، وتسمى لدينا هنا نقطة انفصال وفجوة. لماذا؟ لأننا اختصرنا هنا x ناقص 1 مع x ناقص 1 بحيث أن ال x لا يساوي 1. الإكس هنا لا يساوي هذه الواحد، إذن نقطة انفصال وفجوة. نضع دائرة فارغة عند النقطة 1 و3. بعد ذلك إذا كانت الإكس بصفر فإن إف إكس ب2، 0 و2 هنا. أما إذا كانت الإكس بسالب 2 فإن إف إكس بصفر، إذن سالب 2 و0 هنا. بعد ذلك نوصل بين هذه النقاط الثلاث لينتج لدينا خط مستقيم. تدريب، مثل الدالة fx يساوي x تربيع ناقص 3x على x ناقص 3 بيانيا. أولا سنضع المقام لا يساوي صفر، x ناقص 3 لا يساوي صفر، إذن x لا يساوي موجب 3، إذن المجال جميع عناصر x ما عدا الثلاثة. بعد ذلك fx يساوي، نأخذ عامل مشترك هنا x. إذا أخذنا عامل مشترك x يبقى عندنا x ناقص 3 داخل قوسين على x ناقص 3. نختصر الـ x ناقص 3 مع الـ x ناقص 3 اللي في المقام. إذن fx يساوي x بحيث أن الـ x لا يساوي موجب 3. الآن نأخذ نقاط للـ x ونعوضها لكي نأتي بالـ fx ونمثلها بيانيا. إذا كانت x يساوي 3 فإن fx يساوي 3، وتسمى لدينا هنا نقطة انفصال وفجوة. لماذا؟ لأن الإكس لا تساوي موجب 3 هنا. وتمثيل هذه النقطة بدائرة مفتوحة. بعد ذلك سنأخذ نقطة أخرى ولتكن صفر. إذا كانت إكس بصفر فإن إف إكس بصفر هنا.
أما إذا كانت الإكس بسالب 2 فإن إف إت بسالب 2. هنا بعد ذلك نضع خط مستقيم يصل بين هذه النقاط الثلاث، يوجد لدينا هنا فجوة. لماذا؟ لأن هنا الإكس لا يساوي الموجب 3. ملاحظة هامة، تذكر أن تمثل الدالة بعد كتابتها على أبسط صورة، بعد ذلك عند وجود عوامل مشتركة بين البسط والمقام فإن خطوط التقارب الرأسية تكون فقط عند أصفار المقام بعد الاختصار. يعني إذا كان في عندنا مقام بعد الاختصار يكون في عندنا خطوط تقاربية رأسية، وتكون للدالة نقطة انقطاع وليس خط تقارب رأسي عند العامل المشترك. مثال: fx يساوي x زائد 4 على x تربيع زائد 9 x زائد 20. تحليلها x زائد 4 على x زائد 4. بعد ما نختصر x زائد 4 مع x زائد 4 يساوي 1 على x زائد 5. والx زائد 5 اللي في المقام هي خط تقارب رأسي كما ذكرنا سابقا، x يساوي سالب 5، ويوجد لدينا نقطة انقطاع عند اللي اختصرناها هنا اللي هي x زائد 4. إذن للدالة نقطة انقطاع عند x زائد 4 يساوي 0، إذن x يساوي سالب 4. تقويم: سنأخذ أمثلة اختيارية هنا، أي مما يأتي ليس خط تقارب للدالة؟ طبعا خط تقارب بما فيها أفقي والرأسي. fx يساوي 1 على x تربيع ناقص 49، هل هي y يساوي 0 أو x يساوي سالب 7 أو x يساوي 7 أو y يساوي 1؟ خط تقارب الرأسي هو x تربيع ناقص 49 يساوي 0، إذن x ناقص 7 في x زائد 7 يساوي 0. إما x ناقص 7 يساوي 0 أو x زائد 7 يساوي 0. إذا كان x زائد 7 يساوي 0 فإن x يساوي سالب 7، أما إذا كان x ناقص 7 يساوي 0 فإن خط التقارب الرأسي الثاني x يساوي موجب 7. هنا لدينا معادلتان لخط التقارب الرأسي. أما الخط التقارب الأفقي نلاحظ أن درجة البسط أقل من درجة المقام، وبالتالي يوجد لدينا خط تقارب أفقي وهو y يساوي الصفر. إذن عندي x ناقص 7 والx يساوي 7 والy يساوي 0. الإجابة المستثناة هنا الy يساوي 1. إذن هو ليس خط تقاربي لهذه الدالة. ما معادلة خط التقارب الأفقي لـ fx يساوي x تربيع زائد 4x ناقص 3 على x تربيع ناقص x ناقص 2؟ خط التقارب الأفقي، بما أن درجة البسط تساوي درجة المقام، إذن معامل أكبر أس للبسط على معامل أكبر أس للمقام يعني 1، إذن y يساوي 1. إذن يوجد خط تقارب أفقي، المعامل الرئيس للبسط على المعامل الرئيس للمقام، إذن y يساوي 1 كما ذكرنا سابقا، إذن الإجابة هي C. تكون الدالة fx يساوي x زائد 1 على x تربيع زائد 3 x زائد 2 نقطة انفصال. متى يكون هناك نقطة انفصال؟ إذا كان هناك عوامل مشتركة بين البسط والمقام. أول شيء حلل المقام. بعد ما حلل المقام وجدنا أن المقام هو x زائد 1 في x زائد 2. x زائد 1 نختصرها مع ال x زائد 1 اللي في المقام، يبقى عندي x زائد 1 يساوي 0 هو المختصر، وبالتالي x يساوي سالب 1، وبالتالي نقطة الانفصال عندي هي إيش؟ هي ال x يساوي سالب 1. إذن الإجابة هي B. ما معادلة خط التقارب الرأسي للدالة x زائد 1 على x تربيع ناقص x ناقص 2؟ الخط التقاربي الرأسي نحلل المقام، وبالتالي fx يساوي x زائد 1 على x ناقص 2 في x زائد 1. إذن x زائد 1 مع x زائد 1 تختصر، يبقى عندنا x ناقص 2 في المقام. إذن خط التقارب الرأسي هو x ناقص 2 يساوي 0، إذن x يساوي كم؟ x يساوي موجب 2، وبالتالي الإجابة هي D. ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا
حالات الخط التقارب الرأسي والأفقي. إذا كان لدينا دالة نسبية fx يساوي ax على bx، حيث أن ال ax وال bx كثيرتا حدود لا يوجد بينهما عوامل مشتركة غير الواحد، فإنه يوجد لدينا خط تقاربي رأسي. في حالة ال bx المقام لا يساوي صفر، فإنه لا يوجد لدينا خطوط تقاربية رأسية. أما إذا كان المقام يساوي صفر فإنه توجد خطوط تقاربية رأسية. أما في حالة خطوط التقاربية الأفقية، فإذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام فلا توجد خطوط تقاربية أفقية. أما إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام فإنه يوجد لدينا خط تقاربي أفقي وهو y يساوي صفر. أما إذا كانت درجة البسط مساوية لدرجة المقام فإن خط التقاربي الأفقي هو معامل أكبر أس للبسط على معامل أكبر أس للمقام. أما إذا كان لدينا x ناقص c عاملا مشتركا بين البسط والمقام فإنه يوجد لدينا نقطة انفصال عند x يساوي c. نشكر لكم حسن استماعكم، إلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.